التنبيه ديال القرب سيدي مؤمن اللي افتتحوا سيدنا عليه نصرو دار 20 في هذا الشهر. كانوا شي اشاعات قالوا السوطر تفتح وتسد، بالعكس بقى محلول ديك الصباح ديك الليله تحل ديك الليله. كانوا شي حاله شافهم الناس الاطباء ديال الجرجونس ديال الولاده، يعني ديك الليله شافوا تقريبا شي 15 سيده شافوها في الولاده وشي خمسه شافوها في المستعجلات. الغد ليه فاش قالوا راه ما كيتبس راه ساد بها ساد، ما كانش ساد، كان المشكل ديال التنظيم. التنظيم باش هي قادو لي سيتياسيون ديال كاع البيرسونيك واحد يشد بلاصتو، شدو بلاصتو. وداك النهار الاول في لي دو سوا دو سونتي بريمير شافت 199 حاله اللي شافت، وفي المستعجلات شافت 34 حاله، وفي الماترنيتي 20 حاله. عمل النهار ديال 22 شافوا تقريبا 305 حاله في لي دو سونتي بريمير، و40 حاله في المستعجلات، و15 حاله في سان داكوجمون. من هادشي كله كانوا حتى حاله ديال الفاكسيناسيون وديال البلانيفيكاسيون فاميليال. بالنسبه للفاكسيناسيون شافوا 15 حاله، والبلانيفيكاسيون تما 15. ودابا اليوم راه خدامين لي كونسيستاسيون سبيسياليزي، راه خدام البارح خدم لو ار ال اليوم خدام ديغ باطو كذا لا كارديو. اليوم ان شاء الله غتكون لوندوكرينو ولا غاسترو. كونسيرمون قال لك المعدات مشى وكل شيء باقي في بلاصتو وكل شيء كاين. وانتم شفتوا الناس كاين اللي كيجيو يدوزوا هذا لا كاباسيتي ديال الاستقطاب ديال المرضى يقدر يستقطب تقريبا اكثر من 300 باسيون في الدار، اكثر من 300 باسيون في الدار. بالنسبه للولاده عندنا اربعه ديال صال داكوشمون، يعني اربعه يقدروا يولدوا في الدار، يقدروا يولدوا اكثر حيت كتكون في الدار تقدر تطلع السيرفيس ديال سويت دوكوش وتحوي بلاصه. بالنسبه للكونسيستاسيون تقريبا راه ديك البنت اللي كيشوف حتى 40 مريض ديال لي سبيسياليز جو بارل، يقدر يشوف 40 شاك سبيسياليز يقدر يشوف حتى 40 مريض في الدار. على جهه اللي كاينين كاين المستعجلات 24 ساعه على 24. بالنسبه لامراض الولاده حتى 24 ساعه على 24. بالنسبه لليتي دو سون دو سونتي بريمير سونتر دو سونتي كيخدم من 9 حتى 4 ونص، والكونسيتاسيون سبيسياليتي من 9 حتى 4 ونص. هاد المستشفى قربوا علينا من هاد الحي اللي جينا ليه جداد، هاد البلاصه هادي جينا ليها وفرحانين بها، وفتح لينا سيدنا هاد المستشفى وكنجيو وشدينا والطبه مزيانه استقبلونا مزيان. يلا دوز في المستشفى وبان ليا التجهيزات زوينين بزاف وكيدوزوا زوين وفادونا بزاف. لحقاش جا في واحد الموقع اللي فاقد بزاف ديال الحوايج. المهم خلاصة القول اكسترا اوردينير مزيان. المهم عجبني بزاف هاد السبيطار هذا، كاز جا زوين نفع الناس مزيان.